السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي في برنامج اللي هو سبلاين تكست. ده طبعا من أفضل برامج التكست إيديت، الجماعة اللي هم الديزاينرز والكودرز. طبعا البرنامج مشكلته إن هو مش بيدعم اللغة العربية بشكل صحيح، بيجيب الكلام بطريقة معكوسة زي ما احنا شايفين كده. ففي بلجن هنضيفها للبرنامج هتحل المشكلة ديت. هو مش حل جذري طبعا، ولكن هنشوف دلوقتي هو حل طبعا أفضل من مفيش، لأن هو مش بيخلي الموضوع إن هي اللغة العربية تفضل باينة على طول، أو إن هي تفضل مظهر بطريقة سليمة على طول. هو إحنا لازم نضغط كليك يمين مثلا كده، وبنختار الأوبشن ده اللي هو باي دايركشنال تكست، وبالتالي بيتحول الفايل كله للغة العربية. أو لو حابين نضيف تكست تاني، فهنلاقي المشكلة رجعت تاني، فبنضطر إن احنا نعمل سيلكشن للتكست، وبعد كده بنختار باي دايركشنال سيلكشن، وبيرجع بطريقة بيظهر بطريقة مظبوطة. طيب الإضافة دلوقتي أنا هحط اللينك بتاع الإضافة، طريقة تحميل الإضافة، تحت الفيديو، وبعد ما نعمله داونلود هنلاقيه هو بالشكل ده كده تقريبا فولدر. هنعمل له كوبي، وبعد كده هنروح للبرنامج نفسه وهنختار من Sublime Text Preferences، وبعد كده Browse Packages. هيفتح لنا هنا كده، هنعمل هنا Paste في الباكجز، فولدر باكجز، Paste Item، هو already موجود. ولما نرجع تاني للبرنامج هنلاقي الأوبشن ده ظهر، اللي هو بيقدر يحول لنا التكست إلى اللي هو الخط العربي بطريقة سليمة. والسلام عليكم ورحمة الله.